السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم غادي ندير واحد أنبوكسين ثلاثة البياسات اللي كيجيو من العرض ديال تشويس. دونك غادي نشوفوا هاد الحوايج. غالبا كان كوموندي الإلكترونيك ونشوفوا الكاليتي ديالو. ديجا كوموندي شي حوايج، دونك بينا نوريكم كيفاش أنكم تختاروا الآلة اللي بغيتوا أو الحاجة اللي بغيتي تاخدها بكاليتي مزيانة من الإكسبريس وما تشمتش. غادي نبداو بهاد الباكاج الأول، نشوف واش فيه. فوالا، دونك كما كتشوف هذه كينغستون، كينغستون اوريجينال، ها هي العلامة المائية، ها هي كاينة هنايا، شفتوها؟ من غير العلامة المائية الخوت كيفاش أنك هذه سميتها كينغستون كانفا سيلكت، 64 جيجا، كيفاش أنك تختار الإخوان بحال هذه؟ بحال دابا بزاف لي كارت ميموار وكتلقى الأثمنة ديالهم يعني في المتناول، لقات أثمنة رخاص جدا. فبنادم تيطيح على نيفو كما كنقولوا، تيقول لك راه علي اكسبريس راه كلشي فيها رخيص، ناخذ راه كيبقى شي مارك وهي ما معروفاش، سميه ما معروفاش، وكاين مارك وهي مزوره. فشنو غدير الاخوان؟ دابا انت مثلا بيتي هاد الكارت ميموار، انا ديجا طالعت عليها وعرفتها، غادي تهبط لتحت في الناس اللي كيكونوا ديجا شراو وحطوا يعني الراي ديالهم فيها، وكتشوف التصاور، كتشوف واش هاد التصاور هما نفسهم اللي غادي يوصلوك ولا غادي توصلك بشي لون اخر. هادي هي الاولى، فيها العلامه المائيه ماشي دليل على اوريجين، ولكن هذا راه اوريجينال. من بعد شنو كدير؟ كتشوف لي تيست، هادوك لي تيست ديال السرعه، راه شحال من واحد الدراري اللي كيشرو راه بعدا راه نقصوا علينا واحد الخدمه بزاف والله القاسم، خصوصا الغرب، مثلا المغاربه كيشرو صافي. دونك كيدير تيست ديال السرعه ديالها. فشنو كيدير؟ كيدير واحد يمكن واحد لوجيسيال اش دو تيست يمكن، تي صيفط ليها واحد الفيشي في 1 جيجا او لا 2 جيجا، وتشوف السرعه بشحال كتقراه والسرعه بشحال كتكتب فيه. كيقرا منها وكيكتب فيها، كيقرا منها ويكتب فيها، بمعنى كيصيفط ليها وكيهز منها. دونك السرعه كتراوح تقريبا ما بين 80 حتى 100 ميجا، و100 ميجا الاخوان في كنقولوا بهذا الثمن، الجوده مقابل السعر راه كتقول شي حاجه اللي كبيره. كاين سرعات كبيره، ولكن راه انت غديرها في ديك الساعه كدوي على كاميرا مثلا كتصور الفوركا ولا الويتكا، دونك هذيك ديك الساعه غادي تحتاج. اما حنا تنقولوا كتستعمل التليفون 100 ميجا راه سريعه، راه مزيانه 100 ميجا ريدين ورايتين. ما تنساش واحد القضيه مهمه، ما يهمكش غير في هذاك التيست، كيعطي ربعات لي الاولى والثانيه، كيعطيك ان فيشي ديال 1 جيجا ولا مثلا فيديو فول اتش دي. لتحت كتلقى واحد اللي فيه شي فوركا، فيه شي فوركا معروف انهم كي 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 ما كيترسلوش دغيا وما كتقراوش دغيا. شوف السرعه، راه السرعه تتهبط من ديك 100 ميجا ل 6 ميجا، في 6 ميجا 10 ميجا في الريدين و3 ميجا 4 ميجا في الرايتين. بعد لي كارت ميموار فيهم 100 ميجا، ولكن ملي كتهبط لفيشي 4K اللي بيتصوروا فيها كتلقى سرعه الكتابه فيها 0 فاصله. دونك انت ملي غادي تسجل انت بالتليفون ديالك، كيفاش غادي توصل هاد، كيفاش غادي توصل هاد الفيديو ديالك؟ غادي تسجل في الكارت ميموار بواحد السرعه معينه، غالبا غادي تقطع عليك وغيوقع فيها مشاكل. دونك انا عطيتكم دابا هادي كينغستون كانفا سيليكت، هذه كاليتي مزيانه 64 جيجا. انا نعطيك واحده اخرى باش ما يطولش الفيديو، نخلو نقطعوا الفيديو ونديروا فيه شي حاجه اخرى. دونك هذه الاولى، كاينه هذه اكس راي باقي ما جربتهاش، ولكن من اللي هبطت ثاني وقريت عليها، هذه ربما شويه السرعه زايده على هذه سميتها اكس راي، عقلوا عليها، هي تا اكس راي اوريجينال، وراك كتشوف انها كتخرج دي برودوي اخرين هاد اكس راي ماشي غير هذا. دونك هذه اوريجينال وكاتبين فيها هاي بيرفورمانس وهاي اندورنس، يعني طول المده والبيرفورمانس تاعي عاليه ديالها. هي كتعطيك معاها واحد هذا ديال الادابتر اللي كديرو في كارت ميموار، مابقاش الناس كيستعملوا بزاف ولكن اللي كيبغيه. وهذه 64 جيجا، دونك هذه كاليتي مزيانه حتى هي الاخوان، نفس السرعه ديالها. دونك كينغستون كتشد ماركه لانك عارفه علامه المائيه الله، وهذه اكس راي غنجربها ان شاء الله، ولكن انا ناكد غادي تكون مزيانه، ولا كانت خايبه راه غادي نلوح فيديو بانها خايبه، سينو راه مزيانه ما نعاودش نقول لكم. وبقات لينا هاد الثالثه، الكارت ميموار اللي عزيزه عليا، اليو اس بي اللي عزيزه عليا، فلاش ديسك. صراحه الله لان جربتها شحال من مره، معمر خيباتني. 3.0 ارخص اسرع يو اس بي 3.0 هي هادي ليكسر، والليكسر الخوت راه ماشي شي ماركه معروفه، ماركه معروفه. الكارت ميموار ديالها بغيت نجيبها ولكن غاليه على هاد الجوج،
كارت ميموار طالعه شي شويه وتطيح ليا ديما في التشويس غير 32، ما كطيحش ليا 64 جيجا بايت. دونك الا لقيتو الليكسار في هذه خذوا الليكسار في الكارت ميموار، ما لقيتوش عندك ثلاثه اختيارات، عندك كينغستون خدها، عندك هاد اكس راي خدها، عندك كوداك بينو بين، المهم هي زوينه، وعندك السامسونج ايفو لا لقيتي الاوريجينال، سامسونج ايفو بلاس تاع هي راه مزيان. اوكي والسان ديسك شويه ناقص عليهم الخوت، لينوفو ممكن لقيتي فيها الاوريجينال تاع هي، راح يدي بزاف البائعين وشنو كيصيفط لك تاع لينوفو تاع هي زوينه، سان ديسك شويه عليهم ناقص عليهم شي شويه، لقيتي اوريجينال بسرعه. انت اول حاجه كتركز على قلت لك 100 ميجا بايت بير سكند حيت هي المتداوله، ملي كطلع ل 128 جيجا راه كيطلع حتى الفيتيس كتولي حتى ل 140 160 على حسب الشركه وشنو بغات تعطيك. دونك هذا وهادو راه من البروسيسور الشيب اللي خدامه فيهم هي الا 2، راه معروفه الشيب هي اللي كيخدموها كاملين باش يعطوك سميتو. بالنسبه للثمن الخوت راه غنلح لكم من تشروها، هذا اللي كاين، كتوصل بدون جمارك كالعاده لان مخلص عليك الجمارك في التشويس في داك التركيبه الثلاثيه، دونك كتاخذ هاد الثلاثه. هذا اللي كان الخوت، عجبكم الفيديو بارطاج لايك شي كومنت لو فهمتي شي حاجه.